على مالك على مالك مالك على مالك. بعد عني بعد عني. حرك لي شوف. دا دا يلا يلا. دا ديك ترجع لحالها زحل الصابونة وعم ترغي. شوف الرغي عم ينزل. بعد بعد عني. يلا يلا. شفت كيف صرت العس عليها؟ ابو نجيب إيه؟ انا قبل شهرين ثلاثه ما بحسن بشتغل. ها سيدي يعني قبل ما تنكسر رجلك كنت تشتغل؟ اللي بسمعك بيقول الشغل مقتل بعضه. اخ يا ابو نجيب اخ ابو نجيب. ايه تعال لك تعال تعال معي افتح افتح تعال معي. ابو نجيب قبل كنت كل 10 ايام اشتغل لي شغله طالع لي 500 ليره اما هلا حصرت. شكرا كثير يا سيدي. وهلا بيمشي حالك يا بديع. يعطيك العافيه. تفاءلوا بالخير تجدوا. يعطيك العافيه يا سيدي يا سيدي. هلا اقتنعت انه الشرطه في خدمه الشعب يا سيدي. يا معلم طول بالك عني شو بيصير؟ رحت تبدلني هلكتني. انت ماشي على بيت شو عامل؟ استعجل لك شوي. الله يعين نسوانك عليك صار انك شهر ولا شيء ولا شيء. الله يعطيكم العافية يا شباب. الله يعافيك. ما في غير بتوقف دون ما تشعل صباتك تعبى. بعد لي شوي بعد. يعني بقول لك الصبات عم يطلع من رجلي يعني يعني يمشي حالي يعني. روح روح. ايوه منيح هيك؟ منيح. فوت شمالك شوي. ها؟ شو السر هذا؟ عرمانك عرمانك. شو الاستبقادة هي؟ على مهلك حاجه التشطيب. انا ما عم تشطيب بس الطريق كله بطل بيت وحفر. يبطل من المطب انزل بحفره. هلا لا تحط لي حجه ان طبات والحفار صلاتك وتهوي يا سيدي. مو هوا من صوتك في يعني في على هالزمن عم يخلي واحد مثل هاني يتحكم فينا. اتي عليك سيدي. انا الحق علي سحبتك من المستشفى لهون. بيتك يا هاني. تعال وين رايح؟ انا رايح على البيت. فوتني لجوا. ما بدي فوتك. بدي اخلي الشمس تحرقك حرق هون. انا هاني مو حقي. الله يخرب بيتك يا. لا 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 لا. خير خير ابو طمزه شو صاير لك؟ هذا المسروع تركني ومشي. بالظاهر حكيت لك معه شي كلمه ام حريت. ما قلت له شي. قلت له تفو. هلا حكى ولا ما حكى؟ هذا رجال عطيله ما بيجوز نحاسبه على كلامه. تعال حطك بالعربه يلا. تعالوا شيلوا معه. تعالوا ساعدوني. على مالك يا خوي. على مالك خوي. يلا يا حسن عليك يا ابو تمزه. وين بتريد فوتك؟ فوتي على روما يا رب. الشرطه في خدمه الشعب. صفط راحة لا تدو. ماني ما راح نصفط لك. ما حيث علي على مهلك. اخ اخ وقت بتنهجوني اخ. شو بدي ادفع لا ادفع. اضرب اضرب. كلكم عيونكم شلون صاروا بهاللون؟ انا ما عم شوف. انا دقت انا ما عم شوف. انا عم شوف. اسلموني كلهم لكم ما عم شوف. منيح اني ما كنت محن يا صغري. ايه منيح. الله يسلمني اياك. لبنتي ودر عينها. الله يسلمك. شو بتحكي؟ فيفو فيفو غدا وصلت. ليش ما كنتي معها؟ بلا بس تعطل التاكسي فينا. قام الشوفير حملها واجا فيها لهون. وينها؟ ليش ما اجيتي معه؟ قال لي الطريق للتاكسي. وانت كيف اجيتي؟ اخذت تاكسي ثاني بس رايح وجاي قاعد عم يتهركش فيني. الله اعلم شو فكروني. وبتعرفي وين ظلت التاكسي؟ طبعا. اخذتي رقمها؟ لا. امشي قدامي دليني وانت امشي لنشوف. يلا يلا يا ابو نجيب. يلا يا ابو فاطمه انتوا البيت ما بيجي من وين من قدر وجع الراس. اخ ولي ولي الوالدين. اخ هلا الواحد اذا بده يقوم كيف بده يطلع والمحل ضيق. وليه بدك تنفزر تقوم؟ شو بدك تعمل؟ انفزر؟ يا عم شو عليكي؟
ان شاء الله بتموتي وما بلاقي قبر ادف لك فيه. يعني ضروري الواحد يطلع مشان هذيك الشغله، في مليون شغله وشغله مشانها بيطلع الواحد. اي مو مشكله، وقتها بزحلك انا. لك بالاول قلت لك نامي انت هون وانا بنام هنيك، انت رجلك ما بتحسني تدوسي عليها بس انا بحسن ادوس عليها، صاي صابونه رجلي زاحله وعم ترغي بس انا بحسن ادوس عليها لانه انا رجال. وري وري بدكم شيء قبل ما نمشي؟ زكاتك بس ترجع يجيب لنا معك كيلي نعتازة. عذبناكم مانا، يسلموا الايدين. لا ولو عذابكم راحة، إذا بتحتاجوا أي شيء قولوا لنا. قولي قولي. بدي مرسي. أنا ما عم شوف شو صار لعيوني، بعدين لونهم هيك نشأت صاير انخضر. ما انكتر ما عم تخلطي فاصولي مرتي. لا الله يرضى عليك، انت حاسه بشي؟ مثل ما لك حاسه. شو حاسه؟ انت شو حاسه؟ انا حاسس بوجع. وانا كمان كتير 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 كتير. قد ايه؟ مثل ما انت موجوع. قولي قولي هون؟ ايه هون يستوي ايديك. على انو غرفه؟ هديك هونيك. ايه هونيك 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 هونيك. ليش وقفت اخي؟ تعبت، خليني اخذ نفس. بعينتك بتدخن كثير. ايه شلون عرفتي؟ لانه كل مترين بتوقف تاخذ نفس. صار لي زمان عم اقول بدي بطله بس ما عم تزبط. اخي هلا لو اجينا بتاكسي من المستشفى لهون مو كان اريح لك واريحني؟ ما بقدر، امنوني وصلك لهون بنفسي. بعدين هدول الشفريه ما بيتامن لهم ولو انا منهم، بس يشوفوا واحده حلوه بتشط ريالتهم. ايه مو ضروري، كنت طلعت معي احسن ما تعب حالك. والله زعلت علي. والله ما اجت على بالي. لسه ما ارتحت اخي. باقي دقيقتين. ايه باقي مترين ونوصل. ايه هن اخر مترين اصعب مترين. كم ماشي فيني منيح خليني فوت دق الباب. يلا. ليش بدق الباب؟ ما في داعي، اتفش دفش. لحالك بالبيت؟ لا، شوطي جوا مكسور هو الثاني، بعد لي الله. متجوزه؟ متجوزه؟ لازم نتأكد إذا هون ولا مو هون. طيب يعني إذا هون ولا مو هون، يعني سيدنا أبو نجيب، يعني أنت شو توقعاتك؟ شو توقعاتي يعني؟ إذا ما وصلها لهلا معناها في جريمة بالنص حتما. طيب ليش عم تذبحها؟ مو جريمة ذبح، جريمة من نوع آخر. ما بظن لو شوفير التاكسي عامل شيء كان ما بيترك التاكسي وراه دليل ضده. إيه مزبوط، صار يعني أكل صحيح. احنا لايبين عم ندور وزيزون وزيزوني هون. اخ ضهري، رجعوني على المستشفى. تقتلوا هو والشوفير. شو انا مالي شغله غيركو؟ ظهرك على شعره رح ينكسر وحوضك ثلاث شقف ولساتك عم تخاني؟ كان حاطنها بين ايديه وشحطها، الله لا يعطي العافيه. يا شفي في مليون حل غير الخناق، طلق. شو طلقني؟ لكن يعدلوا اربع خمس اشهر زياده بالفرشه احسن. لا يطلق ولا يخانق، الرجال ما عمل شيء. لكن بدك يعني استنى لحتى يعمل غطى على قلبي. غمي يلا شيلوا على المستشفى لشوف. نشيله نشيله شيلوا خلصوني. منيح اللي ما اخذنا النقاله، ساعدني سهري. لسه بده يرجع يقعد بالمستشفى شهر مرت عمي. اخ مبليين برجال بهالعيله، كل واحد احون من الثاني.
يعني انا حيوان امي؟ ما حدا قرب صوبك انت. معناته انا قصدي. يعني لا. انت ما صدقتي انت انكسرت حتى ما عود اقدر ربيكي. ليش وقت كنت بصحتك وعافيتك الكاملتك كنت مربينا؟ خلص مرت عمي لفيها بقى. ما بدي لفها، بقى الدم من عيوننا حتى جمعنا المصريات، عمل العمايل حتى اقنعنا نشتري له طرطيره، اشترينا له بطيخه، بدل ما يروح فيها على الشغل لعب بعقلنا كلياتنا واخذ درس ايران. انت حالي بشممكم الهواء. شممتنا منيح. هلا انا اول واحد بيعمل حادث يعني؟ ما حلي لك تأرجيني انك بتسوق بايد وحده بالطرطيره، الا فوق الجسم ستتنا كلياتنا من فوق لتحت. قومي زهرة، قومي قبل ما يعلق ضرب البوكس. لا تتركوني لحالي، هلا بتستفرد فيي وبتستقوي علي. لا تخاف عمي ابو طمزه، مرت عمي بتموت بدباديبة، ما تسخفي. قوم وخذ مرتك معك، مو ناقصني ابتلي بحدا الليل. اه طولي بالك يا خالتي مرت ابي ام هاني، يعني انت شايفه بعينك الجماعه وضعهم كيف؟ لك يا بنتي صار لي شهرين عم بتحملهم. اول شهر مضوا بالمستشفى قلنا معلش، ثاني شهر ما دفعوا قلنا معلش، وقبل منها شهرين قديه صاروا يا حزرك؟ اربعة اشهر، اربعة لهم ما دفعوا. معلش الله بعينك تحملي، افترضي حالك مطرحهم. انا مقدره وضعهم بس هن كمان يقدروا وضعي، شو بنا؟ ما رح ياكلوا اجار البيت، بكره بس يقوموا بالسلامه بيدفعوا لك. يا حبيبتي مو واقفه على اجار البيت بس، صار عليهم 7000 ليره دين بالدكان. ما ياكلوا يعني يصوموا؟ الا تخنتي، انا حبيبتي عم حدم قلبي بالدكان، ما بقدر طعمي حدا ببلاش. طيب شو بدهم يعملوا؟ خلي ابو جدعان يساعد بنته شوي، او شفيق يبعت لقرايبينه يبعتوا يساعدوا. انا مؤاخذه انا غريبه، انا مالي مجبوره بحدا. وينكم؟ انا راح لعندهم افتح معهم الموضوع، بركي بيلاقوا لهم حل. يلا السلام عليكم. بتاكلهم بلا ملح، من يوم اللي تجوزته لابي اكلته بلا ملح، اختفى. انتي قلبك كبير ام هاني، اصبري علينا شوي، لو يطلع بايدنا ما منقصر معك ولا نهار. انا ما عدت اقدر اصبر، انا مالي فاتحه جمعيه خيريه، فهمتي ولا لا؟ نحن ما عاوزينه، بس شايفه حالتنا شلون. انا شايفتكم بس انتو كمان شوفوني، حجز اغراض من الدكان، بتعرفوا حالكم ما بتقدروا تدفعوا، مو ضروري تدولوا او القشطه والمايونيز. ابوك يا هالزمن اللي صارت ام هاني تحطنا فيه. اتلك اتلك مين قال لك تحكي؟ لا لا تحكي لا لا تاخذيني المهاني بلش يخرب. شوفي اختي انا ما عاد اقدر اتحمل اكثر من هيك، راكبين على ظهري وعم تضربوني مني. لا تحكي ولا كلمه. ام هاني حبيبتي انت، اليوم بديع رح يفكوا للجبسين وبكره ان شاء الله بدور على شغل، وكم يوم من سدد لك حسابك حبيبتي ام هاني. ليشو؟ عن اذنكم. الله معك ام هاني. مع السلامه يا حبيبه قلبي. باي. ليش ما عملوا لك صوره هني؟ بدون ما يعملوا امي، عرفوا لحالهم طلعت رجل اطول من رجل، لذلك عم بقلبش. يبعت لهم حمى، ما بيصير هيك، شو الشغله ميطره؟ ايه مرت عمي العمليه كثير سهله. لك سهله مو سهله مو مشكله، المهم ما صدقت انا امتى يفكوا له لبديع الجبصين ليلاقي شغل. ام هاني اكلت راسي بالمطالبه. امي مو مشكله ام هاني مو مشكله، المهم طلع انا هيك عم بقلبش. حبوبه كثير حبوبه. حلوه انت مرت عمي. روحي روحي الجبصين. منروح انا وياكي سوا منفك الجبصين. بالله انا طبط، انت لسه بدك شهرين بالفرشه. واذا ما بتفك الجبصين لحتى طيب انا. ليش بدك يعني ضرب الجبصين؟ لحتى ما تروحي وتجي على كيفك. لا خليني اروح واجي على كيفي، بركي تدبر لي شي شغله رح نموت من جوعنا. لكان هذا انت اللي بدك اياه، شايفتيني ملقح لا بهش ولا بنش، لذلك بدك تروحي وتجي على كيفك.
لا 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 لا، مشكلتك انك ما بتتركي لحالك، ما بتعرفي بعدين الفرق بين الصالح والطالع شوفير التاكسي. ها على شعرك كان شو فكرني ما بفهمه؟ بس توصل السكين على الرقبه بصير بفهم على الطاير. بس توصل السكين على الرقبه ما عاد بينفع الفهم. ما بتفكي جبصي، ما بتفكي جبصي، ما بتفكي جبصي. بدك تطولي بالك يا ام هاني، احنا جيره عمر. روح بقى حاجة اللي جيرة تضرب لك هالجيرة، شو مستفيدة من وراكم غير الديون؟ زهرة عم تشتغل على أساس اليوم منجيب لك دفعة. شوف أخي كون بعلمك، إذا اليوم ما جبتوا لي أجار البيوت رح أجيب لكم الشرطة. لا 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 يا أمهاني، رح توصل للشرطة؟ إيه بدي وصلها للشرطة. ليش بني؟ أنا مالي حاشري حالي أنا وجوزي وابني بغرفتين وتاركت لكم البيت واقف. أنا مأجرة بيت طويل عريض مشان استفيد. هاني ام هاني، زهرة اشتغلت وجابت لنا مصاري، تفضلي. شو ها؟ دفعة 500 ليرة دفعة؟ لك اللي معكم 9000 ليرة أجار بيوت، هذا من عددين الدكان يا جماعة. على عيني ام هاني، على عيني يا ام قلب كبير انت، كل شهرين زمان منفك الجبصين ومنوفيك. وانا شو بدي اعمل بهالشهرين زمان؟ بدي اعيش بعيد؟ شوفي حبيبتي، يا بتدفعوا يا بتطلعوا. وين بدنا نروح اماني؟ وين بدنا نروح؟ نحن عائلات ما بنستحكم الا نسكن. ما بيهمني يا اختي، انا ما دخلني، يلي بيدفع بيضل واللي ما بيدفع بيطلع. روح عنا بقى. شو حاكي وانا برا؟ عينك هي دحل بدي العب فيها رقبتك. ما حكيت شيء، بالعكس وكثير لطفتها، بس هي ناوية على الشر. كمان الثانيه بدي اقلع لعينها والعب فيها دحل. شو الشغلة هيك فكرك ولا هيك؟ بوران الحكي منافق، صرنا 6 شهور ما دفعنا، قانونيا بتحطنا برا. مندفع لها؟ من وين؟ من بيع نيشان جدك. لك شو؟ شو تبيع نيشان جدي؟ يا تسرت العيلة يا لك. أنو عيلة؟ أنت آخر واحد ما بزرت ومجبصان، يعني آخر السلالة. لسه في عمر، احتمال بزر بعدين. لك إمتى؟ لك إمتى؟ اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب. امتى اصلا جدودي كلهم علق بالنياشين؟ اساسا ليش نحن سمونا بيت المشنشل؟ قد ما كان جدي مشنشل شنشل ابن نياشين، هلا بدنا نبيعه؟ دخيلك ودخيل هالنياشين، دخيلك كلهم بيوطوا الراس. هلا النيشان صار بيوطي الراس؟ طبعا اذا كان مثل نيشان جدك، ليش الاتراك يا حزرك شنشلوا لجدك؟ لانه كان بطء. لا لانه كان ينصف تقارير ذات اليمين وذات الشمال. يا الله ينصف عمري ويلحقني بجدي، اساسا انت غيرانة من الماضي تبع جدودي وعم تصفي العيلة اصلا. ايش ناوي يكسروا لك رجلك مرة ثالثة؟ شو بدنا بدي؟ اخ مصيبة، صاير احسن ادعس عليها. عودوا ريح، ما عاد احسن اتحمل، قبل كنت قاعد مو فارقه معي بس هلا لازم اشتغل، ما بحب البطاله انا. لك شو بدي اياكي شفيل؟ بدي ضل ملقح على التخت شهرين ماشي؟ شفيل لوح لوح متعود على التسطيح طول عمره، مقضيها هيك ما بيفرق معه شيء، بس انا الشغيل. شيلنا هلا من شفيل، في موضوع اهم من هيك بكثير. شو هو؟ شو؟ احكي لك اياه. احكي لي بس ما بدي اسمعه هون، هون ما عم بحسن من تريدي واخذ راحتي. اسمعني بعدين انا بدبر حالي، ماني صغير بعدين. ايه شو بلا؟ احكي لي. على قلبك ام هاني هلا عم تنيشن على البيت، بدها تطالع واحد منا. يخرب بيت البال ام هاني، شو ما عندها شفاء؟ ما انا شايفه حالتنا. اجت لايدها بدها تطالعنا وتأجر سياحي. والعمال؟ امك ابو طمزه دبروا حالهم، بده يبيعوا نيشان جده لابو طمزه وانا بقدر ادفع عن حالنا. اما شفي غاده انا ما دخلني، دبروا حاله. يخرب بيت قلبه الشفي، شيله احتاس مخه فاضي مثل صندوق البويا، معقول يطلع الضيعه؟ على القليل هنيك بشم هوا نقي. قوم له رايح له، انا اللي بقول له اتركوني اتركيني مالي صغير. ليلي علي ليلي ليلي يا ابن الزمان. ما بطلع الضيعة، انا مالي حدا بالضيعة. شلون ما لك حدا؟ الى بجدة. لا انا هربا من جدي، ما بيكفيني البلاوي اللي اجت من تحت راسه، اصلا انا ما بطلع الضيعة لو بتنكسر سلسلة ظهري. خلي غادة تفك الجبصين تشتغل مثل ما عم تشتغل زهرة. غادة ما بتطلع من البيت إلا رجلي على رجلي، وأنا رجلي مجبصني مثل ما لك شايف، معناها ما في طلعة من البيت. بس أنا طبت شافية، طبت رجلتين التنتين صاروا صار. بس أنا ما طبت ورجلتين التنتين مجبصنات، معناها بتقعدي وبتنقبري بالبيت. خلص بديع، ما في فايدة لما تعزف على هالوتر، ما في فايدة. لا بدي أعزف، رح ضل أعزف للآخير. خلي إم هاني تطلعك من البيت.
طالعني لو بتسكنني بالشارع ما بخلي غادة تشتغل. ما في شغل يعني، ما في شغل يعني، ما في شغل. تفضل يا ابني تفضل. مدام؟ نعم. هذا هو البيت؟ ايه عجبك؟ ايه بجنن. بدي اقول لك شغلي، انا ومعي ثلاثة رح نستأجر، يعني احنا أربعة. أحسن، كل ما كثرتوا أحسن. ايه تفضل يا ستي، مشان ما تقولي بالمستقبل غشني. لا لا الله يرضى عليك. وليه بسم الله الرحمن الرحيم؟ خمسة وخميسة، خمسة وخميسة. لك يخرب بيتك على هالفوتي، قولي احم احم. دستور بركي كان في وضع؟ يلي له ست اشهر ما دفع اجار بيت، ما له حق بالوضع. يلا ضبوا اغراضكم واطلعوا لبرا للشوف. وين نضب اغراضنا خالي امهاني؟ مو شغلتي، الرجال جاي يستاجر ودافع قدكم بثلاث مرات. ايه اصلا ما بيحق لك تطلعينا لبرا. طيب اتفق ما بطلعك. هلا مدام انت جايبتيني تاجريني ولا قلع الاخ؟ خلاص انت زدت لهم اغراضهم برا وعود مطرحهم. يخرب بيتك، شلون راح زدت لهم التخت لبرا وهو نايم فوقه؟ ولا يهمك، هلا بجيب لك مؤازره، استناني هون. معافيين ان شاء الله. طالعوا من الغرفه بس بشرط. شو هو الشرط؟ بتعطيني الغرفه الي. يلعن تطرق، يعني انت احسن من شفيق. اجار اوضه واحده ما عم تقدر تدفع. طيب مين بده ياخذ الغرفه؟ في أربع طلاب بدهم يستأجروها، كل واحد بده يدفع 250 ورقة. عزابية؟ لك هم متجوزين، تضرب شو أجداب، أربعة متجوزين بيسكنوا بأوضة وحدة. ما فيني عرق بجسمي عم ينبض إذا بخلي واحد منهم يفوت على البيت، بكسر له الرجل تبعه، شو الشغلة بهالبيت هيك؟ سايبة؟ يا وليش انحمد كل الأهل؟ أنت شو دخلها؟ أنا عندي أربع نسوان هون. إيه سكروا بوابكم على حالكم، ما حدا بيقرب ناحكم. أنا مطبخي بأرض الديار وعندي أربع نسوان، اللي فايتة واللي طالعة، بعدين شو سكروا على حالكم؟ شو نحن عايشين بسيبيريا؟ درجة حرارة عنا هون 30 متر 40 متر 50، بالنهاية نحن بنختنق بنختنق. يعني المعنى ما بدك تساعدني؟ ما بساعدك، ما حدا بيجيب الدب لكرمه. مو عيب عليكم تطالعوا الناس من بيوتها وتسكنوا محلها يا أخي نحن ما دخلنا، صاحبة البيت هيك بدها. هيك بدها؟ لأنك دفعت لها أكثر. لا، لأنه هي أرخص غرفة لقيناها بالشام، إيه أقل غرفة بالشام، أجرتها 2500 ليرة. منين رح نلاقي بالسعر؟ شوف يا مثقف، إذا بدك تسكن بالغرفة أنت ورفقاتك يكونوا بعلمك إنه ما رح تنجح هالسنة وراح ترفعوا أبداً، وبدي أجيب أنا المسجلة والبفلات. ما عنا مسجلة. بدي أجيب التلفزيون. ما عنا تلفزيون. بدي أجيب التربكة. ما عنا تربكة. والله لا. يا ضحلة. بدون حلفان لا أقعد على باب أوضتك مثل الشحاط، ضل دقلق بخشلك طبلة إذنا. اسمع لقلك، إلك ساعة عم بتهدد. إذا بتغلط وبتطلع برات الطريق هيك ولا هيك، رجلك الثانية رح أكسرها. والصابونة؟ والصابونة. مرتي عم يهددني؟ اللي ما بيعرفك بيجهلك. وخشومك دول راح اكسرهم مثل خشوم مرتك. مناخيري يعني؟ مناخيرك. بدك تكسرهم؟ شوفي مرتي لساته عم يهددني. فوت فوتك حبيبي فوت. شلون بدي فوت فوتي اصلا الطايف ما بيطلع معه شيء، بضل هيك مكسور جناح، على كل الاحوال بس اعطينا طيور قبل ما نروح هدول. وهدول معهم؟ هدول الا. عم تضرب؟ عم تضرب ماشي لحال رح خلي لك زريعات لك. ايه ما عاد بدها، لك مين يمسك الكتب؟ ما تعاد عنك، العلم نور واجعله نواسه. صدقتي. اوه يامي دخيلك دخيلك. عم يضربني عم يضربني. بتكون جنحة بعدين بتصير جناية. فازو لا عندك فحص. إن الاقتصاد الوطني في حالة ممتازة لا يحسد عليها. خير مرتامي خير، ليش أصوات كانت طالعة وهمدت فجأة؟ لا يهمك صهري، ما بتطلع من هون واستمى زرقة. آخ يا مرتامي آخ تسلميني، أنا لو ما كان عندي حما مثل حكايتك أبضايا وشطورة شو كان بتصير فيني؟ كانوا زبتوكم مثل الكلاب على الشارع. لا 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 هلأ نزعتيها. قولي مثل الهداء مثل الها مثل شو اسمه؟ ضروري تسمي الاسم يعني؟ مثل الشي اسمه انبسطت؟ شوفي ذبحوه يا سيدي ذبحوه. لمين؟ للمثقف سيدي المثقف. شوفي شو صاير. سيدي طعمان قلت لك كسر لي رجل تاني عطبني سيدي ذبحنا ذبحني لي كسر لي قلبي يا سيدي شرحه سيدي وانت شبر رجلك يا حلوه انا
ما بها شيء، خلي سيدي. ايوه تعالوا لشوف، ايش حطوا لي هداك على المستشفى وانتوا سبقوني على المخفر اللي حطيت معكم. رملا حركوا لها. اوكي يا جوزي بريئة، انا بريئة بريئة، هو اللي قتلنا عبد. انا بريئة. ارجع هناك ندخل معك. منيح اللي جيتوا سيدي، منيح اللي جيتوا، بدي عمرتي وكانوا رح يروحوا فيها. وانت بالغرفة مسكر على حالك الباب بدل ما تطلع تفرق بيناتهم. سيدي مو مستعد موت برصاصة طايشة، لا ناقلي ولا جمل في هذه المعركة، حتى سأل نسواني. شو يا نسوانو؟ نحن كنا نايمين ما شفنا شيء، واللي قالوا فيفو صح. فيفو؟ انت هاني شو جابك لهون؟ سمعنا الصوت يعني تفرق سيدي. يلا يا ابني كملنا الا شوف. ديروا بالكم، ديروا بالكم عليهم، هدول شو حموس وين؟ الشرطة في خدمة الشعب الزتون أغراضنا على الشارع. بيرضيك هيك سيدي؟ ما بيرضيني يا أبو ناس. إيش في؟ وغادة مثل أولادي وأعز، بس القانون قانون وما عم يدفعوا أجر. الرجال هو ومرته ملحوشين بالأرض إلا لأمهاني قناعة تصبر علينا يا سيدي. تيست ما كانت تقتنع. شو اعمل؟ انت بشعري ادفع عنه انت، وبعدين هو بسدك. بسدني؟ ايه انا بسدك سيدي. ايه انا قادر ادفع عن حالي حتى ادفع عنه. سيدي جايبين لنا اربع عزابيه مسكين لنا اياهم بالبيت، ونحن كلياتنا نسمع. مزبوط سيدي، لا فينا نفوت ولا فينا نطلع، مزلطين نحن قدام العزابيه بيهون عليه. لا لا هذا الحكي عيب، لا تخلوني ازعل منكم. العزابي مو معناها بلا شرف، اذا اخلوا بالاخلاق الحميده وقتها منتصرف. ما فينا نمنعهم ونقول لهم لانكم عزابيه ما بصير تسكنوا. عمو انا بدي ضلني هون ملحوش بين الرجلين، بين اللي بيسوى واللي ما بيسوى. لا يا شفيق لا، مو اجروا اجرك بالفلقه سوا. نسواني هدول اربعه وين بدي روح فيهم؟ عزابي فايت وعزابي طالع. فوتي لجوا انت وياها، هذا تتفرجوا على اللي بيسوى واللي ما بيسوى. شفيق ولا يهمك حبيبي، عماتك وراك. ايها الشرطه فوتوه لغرفه مديه. شو عمي؟ شو فوتوا على حكي؟ بدي اعلمك عمي. يا شو علي لا تخافوا، بالنهار منفوتوا لغرفه مديه، بالليل منطلعوا على ارض الديار بيناموا. امي وانا كمان بدي نام برا؟ مؤقتا. اذا شفيق بعز وجاهه رموه هو ومرته مثل الكلاب، انا بكبري شو بده يصير فيني؟ ان شاء الله يا شرطه ويا عمو ابو نجيب بروح قتل وبتتلبكوا وما تعرفوا غريمي مين. بس لا تنطمئز، بدي انطمئز. علم الاشياء علم دراسه ظاهره الجريمه، للبحث عن اسباب وتحديد طرق علاجها. اصبح علم الاجرام شغله، علم دراسه ظاهره الجريمه للبحث عن اسبابها وتحديد طرق علاجها. فعلم الاجرام يدرس ظاهره الجريمه كحقيقه اجتماعيه، اي يدرس حقيقه الخروج المرض على قواعد المجتمع، كما يدرس الظروف الاجتماعيه في الجريمه. وعلم الاجرام وشو علم الاجرام؟ علم دراسه ظاهره الجريمه. أداهي جيتكم بديع وطالع لي هالعود لإلك. فكوا إجا دورك يلا. عندك دربكة مو أوراق؟ لا تتورى عفيف يجيب دربكته. منين بتقدر عفيف بيسمع كلمتي؟ لك شو قصة تسمع كلمتي؟ مو قصة تسمع كلمتي، عنده نسوانه الأربعة خايفة عليهم التالي معهم. آخ آخ آخ، أنا هلا لإمتى بدي ضلني هيك شي بين الرجلين وشي ولا شو اسمه؟ شو نساوي لا؟ أنت صوابك بحوضة، بدك طول بالك. أنا صوابي بحوضي، صوابي أليم أنا، كله منك الله لا يعطيك العافية، أخذتنا بالطريزينة، بدك تشممنا هواء، أكلتنا هواء على الجسد. أيوه ادخل. دربك جاهزي. مش حطوا لي شفيق لألكم لبرا يلا. وقفي وين رايحة؟ أنا رايح معي. لك يبعدك. هدي. أنا مش دعوة. يخرب بيتك عايش. بديع
بلاش حطني انا كمان معكم لبرا. لا لا انت خليك هون، بركي قلقت معركه برا، حوضك مو متحمل صواب ثاني لانه صوابك قليل. خلوني انا مع جوزي. قومي لشو بسبرك بسبرك، قومي لشو، يلا تحركي قدامي. باي حبيبي. باي. كله منه، كله منه، اخذنا بالطرازينة بدنا نشممنا هواء، طعمانا هواء عند الجسم. سمعت انه فحصهم بكره، بعد هالحفله اللي بيعرف شيء رح ينسى. خليهم يسقطوا الله لا يقيمه. لك شو عم تعمل انت؟ عم توزن امي. ما بدنا ندوزن هلا، بدنا نشاز نحن. طيب شو الغنيه بدكم اياها؟ بديع منغرلش. منغرلش، شو بدنا نبسطهم نحن؟ بدنا فرق رور. امي لعيونك فرق رور، فرق رور. من مفرق لازم للسالة بيني حاجي ليل للدمع يا عيني، حاجي ليل للدمع السخينة على ولي في البان مسليني. يلا من مفرق لازم للسالة بيني حاجي ليل للدمع يا عيني، حاجي ليل للدمع السخينة على ولي في البان مسليني. ارسل سلام بلا ما نقعد نتذكر هلا. لعيونك شفتك يا جنوني على البيت الغالي. قوموا شباب يلا يلا لعيونك، اتكلوا على الله. يلا روح شايف لك. يا
علينا. اي يا جوني خلي اي يا برا ومرتي كشف. والحال؟ الحال انه النسوان بيناموا بغرفة والرجال بيناموا بغرفة. لا حبيبي هيك بتصيروا مستأجرين رسمي هون. طيب انت بيهون عليك كل ما حدا منه لهدوك الشباب فتحوا الشباك يشوفني انا ومرتي اختك. مؤقتا. هو انا تصطفله. انا بالنسبة لي ما بتفرق معي، بنام برا احلى على قلبي نام بالبرودة، بس مشان غادة اختك. لك ايه ركبوا ناموسية بيمشي الحال. ايه مزبوط، بناموسية بيمشي الحال. شفافة شفافة هيك ما بيمشي الحال شفافة. أنا شو بيطلع بإيدي ساوي شفينا سامي؟ أنا هيك ما بيمشي الحال معي. قومي ساوي مثل ما قلت لك قومي. طيب ماشي بهوي شفافة. لا 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 حاجة هيك منيح تعي. يا حبي هلا صار فينا هيك ننام بالشارع وما بتفرق معنا أزمة السكن. لحقت لنا ريحة الدهان شفي. معلش لحقت لنا ريحة الدهان أحسن ما يبصبصوا علينا من الشبابيك. شفي شباب غطى على قلبي من الريحة. وليه على مطورين على الحالة؟ صهرك وبنتك صار لهم شهر منحوشين هون بارض الديار، وبعدين أنا مليت من الجبصين. وأنا أكثر. قلت لحالي اليوم بفكونا الجبصين. آخ، يبليب قتلو، الكسر على كبر ما بينجبر أول. منين نجيب مصاري؟ لا تقولي لي نيشي ما عصفيا. ما في إلا نقنع أم هاني تتركنا بالبيت، شو بدنا نساوي؟ ما ضل شي نبيعه. أنا رأيي وقت بتجي اليوم من سهيرة حاكية بالحسنة قال الإيد اللي ما بتقدر عليها بوسة ودي عليها بالكسر. وإنت صادق بتركبها على الطرطيرة وبترميها من فوق الجسر. تفضل. يا ست أم هاني طولي بالك شوي، الدنيا دين ووفاء. طلعي في حالتهم بتقطع القلب كيف كل أغراضهم مشلحة برا. أنا من الشرطة وتقطع قلبي عليهم. طيب لإمتى بدي ضل مطولة بالي؟ يعني بكرة بيقوموا بالسلامة وبيسدوا كل شيء. لك يا سيدي انا عم بتعيش من ورا هالبيت، بعدين صار لهم كذا سنه ما رفعوا لي الاجره. واذا رفعوها؟ لا، في مستاجرين عم يدفعوا لي اربع اضعاف. هذا
هن اذا رفعوها بيرفعوها 50-60 ليرة وبالكثير 100 ليرة. يعني تنحتي؟ ايه تنحت. لا حول ولا قوة الا بالله، تنحت صاحبة العقار. قولي معقولة كنت تسكنوا كلكم هون عندي؟ شو بدك يا أنا نعمة؟ يعني انت بتريد انصب ناموسية بأرض الديار ونام انا وابو طمسة ولا؟ لا امي بس يعني هذا مو حل. لا حل ولا مو حل، امك احطونا وانا احطوني مو صغير غير هالغرفة، شو بدنا نساوي؟ ما في الا ننصب برداية بنص هالأوضة ونقعد النسوان من جهة ورجال من جهة. ابوك يا الشنطة، ابوك يا الفقر. غدا فكي الجبصي. موافق اشتغل؟ تحت اشراف زهرة. شلون يعني تحت اشرافي؟ يعني تشتغل معك. ايه انا بألف يا ويلات دبرت شغل، ما بيشغلوا تنتين. ما حدا رح ياكلها، وين ما دبرت شغل تشتغل. ماشي، بس ما بتحكي مع رجال؟ ما بحكي مع رجال. لا بالمنيح ولا بالأبيح. لا بالمنيح ولا بالأبيح. إذا رجال سلم عليكي وقال لك مرحبا شو بتقلي له؟ ما برد عليه. لا، بتقلي له بو عليك، شو بتقلي له؟ بو عليك. ايوه برافو. طيب ليش عم تثبت البرادي؟ لهالدرجة خايف علي؟ خاف تزيح البرداية هيك ولا هيك، قومي بين حدا جوا. طيب إذا شفت حدا عم يتطلع اقلع له عينه، ببطل حدا يعيدها. يا حبيبي صاروا 8 عزابية برا، 4 مثقفين و4 حرفيين، يعني 16 عين، شو بدي اقلع لاقلع؟ ما إلي مصلحة. سكري تمك أحسن ما أخرج لك ياه. تفضلي. تفو عليك. تفو عليك. وشامولا سمعت جوزها لكسرك. يا الله يساعدنا ويساعده، ليكو نايم جوا لا بيهش ولا بينش، حوضه مكسور. هاي إليك ولأبو طمزي، هاي إلك ولغادة في كل السادة مديح، هاي إلك وهاي إلي. يعني أنت وجوزك كل واحد منكم وحدة وأنا ومرتي على وحدة، هاي وين مدعومين أنتو يعني؟ يعني أنا شفي كتر خير اللي حسبة حسابك وحدة. أنا لو جبت كنت وزعت بالتساوي. ما بكفي بالتساوي. كنت حسبي حسابك على كمية محرزة من الأول. جبت على قد مصرياتي، بكرة خلي مرتك تشتغل وتجيب لها. ليش مرتي؟ عم تعرف تلاقي شغل لحتى تجيب لي؟ منين بدها تلاقي شغل؟ إذا كل واحد قال لها مرحبا بترد عليه التحية بأفضل منها وبتقول له تو. اسمعوا لا شفي، لا تقعد تتحكم فينا، فهمت؟ غادة بدها تشتغل يعني بدها تشتغل، قوانينها كلمة خلفة ما بتمشي علينا. يعني إذا بدها تشتغل ضروري تشلط. لك يا دب، إذا واحد قال له مرحبا معقولة ما تحكي مع حدا ولا ترد عليه؟ معلش تقول مرحبا بس ما تبتسم. بدها تبتسم وتشرط حناكة كمان، ما حدا بيشغل عالم تخوف الزباين. مو بس بدها تبتسم وبدها تلبس على القصير كمان. بكسر لها رجلتين التنتين بس يجبر حوضي. أبوك الحوض، أبوك الكسر، أبوك التشريط، أبوك التفوق. أختي ماني تفضلي وبعدين بكفي لك الباقي. يا لعيونك شو بدك تكفي لي؟ لا تكفي لي. إذا إلي معك من أجار كل شهر 200-300 ليرة، لك مالي لحالة بتطلع أجار سنة. خلص بكرة بكفي لك. لا ما باخدن إلا كاملين، وإلا بيصير فيك مثل ما صار بغيرك. هاني دبة احكي لك شي كلمة أحسن ما أنك قاعد، مو أنا رفيقك أنا. أنت رفيقي؟ إيه رفيقك. كتير. قد ايه يعني؟ قد ما بدك. جيب لك بشختك، لازم تدفع لازم تدفع، صاحب العقار وهي امي دائما على حق. خلص قلنا لها بكره. شو رايك هاني؟ خلي امسك على شوارب امي. يلا امسك على شواربك قوام. ناديك الجهه مشان يشوفوك. شفتوا؟ شيل هات لهيك العمل، هات لهيك العمل. تعال لشوف. افتح الختيار لشوف، افتح ينزل قصه. هاي الشب ينزل قصه، احلى شريك روح. تكرم عينك. هذا مش نفس الشب، هذا شيء ثاني. تغرزوا عليها مثل ما قلت لكم هانيه. بعيد يا برني انا. شو دخلك؟ داخلك يا حلوه حيونك.
وين لهلا؟ هلا سكر المكتب. عم قلك وين لهلا؟ يا علينا شفي الساعة 8 بيخلص الدواء. شفي بلا مسخرة، كل ما فاتت البنت وطلعت بدك تهزقها، بدك تفتح معها تحية، خلصنا. تحكموا فيني لأنه حوضي مكسور، كله منك أنت السبب، أخذتك شملنا هوا على الطريزينة طعميتنا هوا. خلاص وكل هوا، أنت اللي عم تتحكم فينا، لك ما بكفي حوضك مكسور وعم نخدمك، مو عاجبك تطلق. شو أمي؟ شو أمي طلق ما طلق؟ أنا ما بدي أطلق ما بدي أطلق. خرسي مالك شايفتي مو عاجبه العجعار؟ لك إيه خلصنا بقى، طققتونا، ما بكفي قاعدين على تخوتنا، لسا بكم تقرقوا راسنا، طلعونا من برا. بدي نام. وأنا؟ لا لا الله يسامحك أنت وبديع، هيك كنت أحطولي لبرا وأنا حوضي مكسور. لاني نام برا انا في 16 حنشور اذا الواحد فيهم اتكى على الحيط بيهده انا حرمتي كشف اشتغل. بعدين انت وليه؟ شو بتملي انه شغلك بيطلع بتضلي للساعه 8؟ اخ بس لو ما يقولوا تمرجع على واحد حوضه مكسور. يعني لما كان حوضي مو مكسور كان يطلع معك على اساس؟ لا خلصنا بقى خلصنا، بس ينجبر حوضك ابقى ارجينا. عادي لشو استلمتي المصاري؟ ايه امي 5000 عدن ونقدن. شوفي انا معتمدة عليكي، كل مصريات اشتريت فيهم مونة وبرتقان. لك شوفي شبكي نشترت؟ نشترتي؟ شفت نشترتي؟ انا اكيد الرجال اللي كانوا عم يلزق عليكي بالسرفي. ليش في رجال لزق عليكي بالسرفي؟ ايه شوفي كثير كان عم يلزق، حطيت الشتاء بيني وبينه. شوي اجت ام طويس. ايه شو الاجاب تاعي؟ اهلين وسهلين اماني، فضلك وجميلك ما راح انسى طول حياتي ما حييت. يعني ما معكم؟ ايه شو عليه؟ بكره ابو نجيب بحلها. يعني شو بيعمل لنا ابو نجيب؟ ناس ما كثير، ان شاء الله منموت كلياتنا بتتلبك يدفننا انت وابو نجيب. ان شاء الله. شفتي شلون عم تتغنوجلي؟ تفضلوا. يا ام هاني طولي بالك شوي. اخي انا مالي فاتحه جمعيه خيريه. اخ بس لو ما كنت شرطي. ليش؟ كنت قوصتك بارضك، بس شو بدي ساوي؟ مضطر نفذ القانون لاني شرطي بس. مشو وراي لشوف. أتلقاك وطرفي مطرق يا بورا. بالعربي سيدي. مضطرين. يعني على شو مضطرين مرت عمي؟ دنيا حطولنا لبرات البيت واضحة. شو صحيح سيدي؟ اي نعم يا بورا، القانون قانون. يعني وين بدنا نسكن سيدي؟ شارع؟ ممنوع بالشارع. يا ريت لو مسموح كنت انا سكنت بالشارع وخلصت من هذا الايجار السياحي. لكن وين بدنا نسكن نحن سيدي؟ ما بعرف ما بعرف يا بوران. شو سيدي؟ طالوا على الاغراض لبرا لشوف. لبرات البيت سيدي، ها مو بارض الديار، بعدين بيستملكوه. مسك مسك خليني يا معك اشوف. شو سيدي ما بدك يا؟ بس لبينما روي خايف تفلت اعصابي واوصى بارضها. يا ريت كنت معنا بالطرطيره بالسيره، كنت عطبتك مثل ما عطبتهم. اعطونا مما اعطاكم الله. اشبروا بخاطرنا الله يشبر احواطكم. التين كان وعلى الله. يبعت لي حمى عليك يا ابو طمزي على القفله، عيون عائلتي مشنشنه تشوفك على هالشوفه. صدق جاري ولا موت. الله يشبر عمك يا فتى. الله يسلم دياتكم ويعوض عليك. كتر خيرك. الله لا يعطي العافيه، يخرب بيته شو مكتر. بعدين ما طخها يعني حطها بالطشت زتها من فوق هيك. لك خرس لك شوي ليقفي. من مال الله. صدق جاري ولا نهر مقطوع. أعطونا مما أعطاكم الله. مرحبا يا مدام بورا. اهلين. جبت لك زباين بشكل دايم بتمروا كل يوم الصبح ولا بتتصدوا على كل واحد منهم بليره؟ انا ما معي سيدي.
خلص قعد لك معه شي ساعتين بتطلع خسكارك العمى شو نقى. يعطيكم العافية. الله يعافي قلبك. الاتكال على الله. ناح يلا. الله يجبر على اللي بيجبر. في بيلتقى. سليرة. أهلين مهاني حبيبتي، صار معنا مصاري منيح تأجرينا بدل الطلاب؟ ايه بأجركم ليش لا، بس بعقد سياحي. ها وهدول شاهدين علي نزلوا الشارع.